قلبي بل بالأدب تنال أعلى الرتب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أواخر كتاب العمرة. وصلنا إلى الباب 12 من أبواب كتاب العمرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هنا ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، وفي نص هدف الترجمة وفي نص الحديث إذا قفل. إذا الإمام البخاري فسر هنا قفل يعني رجع، إذا قفل من غزو في الحديث، ووضع في الترجمة قال إذا رجع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، والشرف هو المكان العالي المرتفع. وقالوا يعني قال الشراح الحديث يعني إذا ارتفع الإنسان فهذا يناسبه التكبير، يعني مهما على الإنسان مرتفع فيقول الله أكبر، لأن يعني الله سبحانه وتعالى أكبر منه وأعلى وأعز سبحانه وتعالى. يعني كما يلاحظ أنه في الركوع والسجود يعني في تسبيح سبحانه وتعالى، تسبيح تنزيه الله، أن الإنسان ينخفض يعني فهذا نقص فينزه الله سبحانه وتعالى، وإذا الإنسان ارتفع وعلى فيقول إيه الله أكبر. فيكبر عليه الصلاة والسلام 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون، الإياب هو الرجوع يعني. فقالوا هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتذكر بالسفر الحسي، السفر إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله، فهنا رجوع حسي إلى البلد. ويقول يعني آيبون يعني آيبون تائبون، يعني هنا إيه الإياب يشمل يعني الرجوع الحسي والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هنا في السياق آيبون تائبون عابدون، يعني الإياب الذي هو في سياق التوبة والعبادة والحمد هو الإياب إلى الله تعالى، يعني راجعون إلى الله تعالى. تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الشارح الحافظ ابن حجر يعني لم يشرحه هنا لأنه قال إيه سيشرحه في كتاب الدعوة، يعني أحال إلى كتاب الدعوة. الباب الذي بعده باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. يعني قبل أن نواصل، الحافظ بن حجر ذكر أن التراجم هنا تتعلق بآداب الراجع من السفر. يعني تلاحظون هذه الأبواب إلى آخر كتاب العمرة تتعلق
بأحكام الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحاج والمعتمر اللي هي الآفاقي، يعني المعتمر هو جاي من خارج البلد يعني ويرجع، فهنا الكلام عن من إيه يكون راجعا من سفر عموما يعني. فهنا باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال: اشتملت هذه الترجمة على حكمين، يعني هذه الترجمة فيها حكمان، الحكم الأول هو استقبال الحجاج القادمين، والحكم الثاني حكم ركوب ثلاثة على دابة واحدة. قال: وأورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبله أغيلمة بني عبد المطلب أي صبيانهم. استقبله أغيلمة بني عبد المطلب أي صبيانهم، يعني أيضا لم يوضح هنا، لكنه الحديث يعني الحديث تكرر يعني في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكما يظهر من جمع رواياته وألفاظه أن هذا كان في قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة عام الفتح، في قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة عام الفتح، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هذا كان في قدوم النبي عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح، استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، قالوا كانوا إيه اللي هم عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر وقسم ابن العباس، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وقسم ابن العباس، قسم ابن العباس فكان صبيين يعني من ذرية عبد المطلب، يعني قسم ابن العباس ابن عبد المطلب وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهذان يعني الصبيان كان أول من خرج يعني لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، حمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فأركبهما معه على الدابة عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذكروا أن هذا يعني يظهر أنه مما يتكرر، يعني مما تكرر يعني خروج الصبيان لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، حصل أيضا في مرة أخرى يعني لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من سفر، فخرج لاستقباله عبد الله بن جعفر وأحد ولدي فاطمة يعني أم الحسن أو حسين، فأردفهما النبي عليه الصلاة والسلام أيضا معه على الدابة، ودخل يعني وهما معه على الدابة. طيب، قال: ودلالة حديث الباب على الثاني ظاهرة، اللي هي الحكم الثاني اللي هو ركوب ثلاثة على الدابة، فالدلالة عليه ظاهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الدابة وأركب واحدا أمامه واحدا خلفه، فصاروا ثلاثة. وقال إن هذا الحديث يعني سيأتي في قبيل كتاب الأدب، ويأتي الكلام عليه، وأسماء من حمله من بني عبد المطلب، وقوله أغيلمة تصغير غنمة، أغيلمة تصغير غنمة، وغنمة جمع غلام، غلام جمع غنمة، تصغير غنمة أغيلمة، غلمان كمان، نعم يجمع غلمان وغنمة، هو الفرق إن هو أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة، إن الجمع تدل على القلة اللي هي من ثلاثة إلى عشرة، فمن جمع القلة اللي هي فعلة، نقول غلمة يعني من ثلاثة إلى عشرة، نقول غلمان أكثر يعني. فقال: أما الحكم الأول، الحكم الأول اللي هو استقبال الحاج القادمين، فأخذه من حديث الباب من طريق العموم، لأن قدومه صلى الله عليه وسلم مكة أعم من أن يكون في حج أو عمرة أو غزو، يعني هنا وجه استنباط الحكم من الحديث، أن الحديث قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لم يوضح يعني قدم من سفر أو قدم لغزو أو قدم لحج، لم يوضح سبب القدوم، فهو عام يعني طالما لم يذكر السبب فمعناه أنه عام يشمل كل قدوم، فهو الإمام البخاري رحمه الله أخذ يعني من
من كون اللفظ صالحا يعني لتناول الحج والغزو والسفر وغيره، فأخذ منه استقبال الحجاج القديم. يعني الترجمة أخص في استقبال الحجاج، لكن الحديث في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة بغض النظر عن سبب الدخول. قال: وقوله القادمين صفة للحاج، لأنه يقال للمفرد وللجمع، وكون الترجمة لتلقي القادم من الحج، والحديث دال على تلقي القادم للحج، ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى. يعني يقول: لو لاحظت الحديث الذي يقدم إلى مكة، هذا بيكون يعني خلص حج ورجع لبلده، ولا لسه جاي عشان الحج؟ يعني جاي القادم إلى مكة معناه أنه لسه قادم للحج. إذا كان قادما من الحج فيكون قادما إلى بلده، إذا كان بلده يعني الشام أو العراق أو المدينة أو غير ذلك، يكون إيه؟ يكون استقبال يعني إذا قدم إلى بلده. لكن القادم إلى مكة معنى هذا قادم للحج، يعني قبل الحج. فهنا يقول يعني مع أن الحديث يقول إيه استقبال الحاج، مع أن الترجمة استقبال الحاج القادمين. يعني حافظ بن حجر يعني فهم منها أن ترجمة الإمام البخاري في استقبال الحجاج بعد أن انتهوا من حجهم ورجعوا إلى بلادهم، فهو يقول يعني ليس بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنى، يعني عموما القدوم إلى البلد، سواء يعني قدم يعني قبل الحج أو قدم بعد الحج. في الحقيقة في هذه النقطة يعني تعرفون بدر العيني اللي هو كان معاصرا للحافظ بن حجر، وله شرح آخر اللي هو إيه عمدة القاري، مش كده، في شرح صحيح البخاري، وكان بينهما منافسة يعني، وبينهما شيء يعني مما يكون بين الأقران كده، كثيرا ما ينتقد يعني بالذات العيني كان كثيرا ما ينتقد ابن حجر رحمه الله تعالى، فطول هو كثيرا في هذه النقطة في شرحه. يقول يعني ابن حجر إيه فهم من كلام البخاري، فهم من كلام البخاري أنه يترجم لاستقبال الحجاج اللي هم يعني عندما يستقبلهم عند عودتهم إلى بلادهم، فحاول إيه يوفق بين الحديث وبين هذا المعنى. بس هو العيني يعني في شرحه يقول إن المقصود هنا استقبال الحاج، يعني استقبال أهل مكة للحجاج الذين يقدمون من الآفاق من أجل الحج. يعني فيقول هو أصلا ما فيش يعني مش محتاج إن هو يوجه الحديث ويقول إن هذا استقبال وهذا استقبال، يقول هو أصلا الإمام البخاري لا يقصد استقبال الحجاج يعني في بلادهم عند العودة إلى بلادهم، هو أصلا يتكلم عن استقبال الحجاج يعني في مكة، أن أهل مكة يستقبلون الحجاج يعني الذين يقدمون عليهم للحج، فحاول يعني أن يؤكد هذا المعنى ويستشهد عليه وكذا. لكن في الحقيقة يعني لو ننظر نجد أن كلام الحافظ ابن حجر أوجه، يعني لأن الأبواب هذه كلها في آخر كتاب الحج، لو كان المقصود استقبال الحجاج القادمين يعني استقبال أهل مكة للقادمين للحج، لكان يناسب يكون في أول كتاب الحج أو العمرة أو كذا يعني، لكن يعني استقبالهم قبل إيه؟ قبل بدء الحج يعني. يعني تلاحظون أن الأبواب الإمام البخاري مرتبها كده على الترتيب، ماشي يعني خطوة خطوة، فالآن وصل إلى إيه؟ إلى الكلام عن الراجع من الحج والرجوع إلى السفر والقدوم بالغداء وإذا بلغ المدينة وإسراع النقل، يعني الأبواب كلها تتكلم عن عما بعد الحج والعمرة. فالظاهر ان كلام ابن حجر والله اعلم يعني اوجه فيه. شيخنا مش الغلمان اللي استقبلوه اصلا غلمان مدينه، صح؟ ما هو الحديث المذكور في فتح مكه، يعني كما استظهر الحافظ ابن حجر ان الحديث المذكور عند قدوم النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه في الفتح، والغلمان اللي استقبلوه في ذلك اليوم اللي هم عبد الله بن جعفر وقسم ابن العباس. فهو الإمام البخاري يعني وضع الترجمة في استقبال الحجاج، لكن الحديث
يعني أعم في استقبال قادم إلى بلد، يعني عموما استقبال قادم إلى بلد. فهو أخذ من المعنى العام، أخذ منه إيه حكما خاصا، يعني في استقبال الحجاج إذا رجعوا إلى بلادهم. بس الحديث هو إيه في قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ما قالش إلى المدينة، قال إلى مكة. طيب باب القدوم بالغداء. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. هنا باب القدوم بالغداة، والغداة يعني أول الإيه؟ أول النهار، يعني في الصباح في أول النهار. فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة. قال أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من طريق الشجرة ومبيته بذي الحليفة إذا رجع، يعني وهو راجع عليه الصلاة والسلام كان إذا وصل إلى ذي الحليفة على بعد يعني 3 أميال أو 4 أميال من المدينة، فكان يبيت في ذي الحليفة قبل الدخول إلى المدينة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. يعني كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو راجع إلى المدينة، إذا وصل إلى ذي الحليفة يعني خلاص كنا باقي 3 أميال أو 4 أميال على الدخول، إذا وصل في الليل لا يدخل المدينة ليلا، وإنما يبيت في هذا في ذي الحليفة حتى تطلع الصلاة، ثم يدخل المدينة إيه صباحا من النهار. لئلا يكون طارقا. أيوة هذا الباب اللي بعده نعم أحسن. وهو ذهابا وإيابا لابد يبر. نعم أحسن، يعني إذا كان في الذهاب يتوقف في ذي الحليفة من أجل الإحرام فيصلي ويحرم من ذي الحليفة، وفي الرجوع أيضا يتوقف في ذي الحليفة بحيث يعني يبيت إلى الصباح ثم يدخل إلى الصباح. مسجد الشجرة قبل مكة. نعم. مسجد الشجرة قبل الدخول إلى مكة. أحسنتم، نعم هو كذلك. نعم. لأنه ذكر هذا في ذكر مسجد الشجرة في الذهاب إلى مكة، وبعدين في الرجوع ذكر أنه يبيت في ذي الحليفة. بس الشجرة مش موجودة الآن. نعم. الشجرة قطعها عمر رضي الله عنه. قال باب الدخول بالعشي. باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، لا يدخل إلا غدوة أو عشية. قال باب الدخول بالعشي. قال الجوهري العشية من صلاة المغرب إلى العتمة، العتمة هي العشاء، وقيل هي من حين الزوال، يعني العشي له استعمالان، يعني استعمال الأول اللي هو من الزوال، والنصف الثاني من النهار اللي هو يبدأ من الزوال إلى الغروب، هذا استعمال للعشي ويرد كثيرا يعني في الكتاب والسنة بهذا المعنى، ولكن له استعمال آخر أنه الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء. وقال والمراد هنا الأول اللي هو من المغرب إلى العشاء، لأنه هو حسب ترتيبه هنا قال المعنى الأول من المغرب إلى العتمة وقيل من الزوال، والمراد الأول اللي هو من المغرب إلى العتمة، فهذا المراد هنا. قال وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بالغداة، فبعد أن بيّن استحباب ذلك فعقبها، يعني جاء بعدها مباشرة بهذه الترجمة ليبين أن الدخول بالغداة يعني لا يتحتم، وإنما يعني كان عليه الصلاة والسلام أيضا أحيانا يدخل بالعشية، وإنما المنهي عنه الدخول ليلا، المنهي عنه هو الدخول ليلا يعني بعد العشاء، الدخول إلى العشاء لا حرج ليس فيه كراهة ولا نهي. قال وقد بين علة ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الذي سيأتينا بعد قليل، حيث قال لتنتشط الشعثة
الحديث. قال: وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب النكاح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا منه، يعني أن يكون قادما من سفر يدخل عليهم فجأة، يعني إيه في نصف، في يعني في بعد أن أظلم الجو، يعني بعد العشاء أو في منتصف الليل ونحوه، وأنه ينبغي أنه يخبرهم قبل الدخول. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المسجد أولا إذا قدم من السفر ويصلي ركعتين في المسجد، ويبعث من يخبر أهله بقدومه، ولا يدخل يعني في الليل، يكون هدف النهار. فقال عليه الصلاة والسلام يعني نهى أن يدخل ليلا مفاجئا أهله بدخوله. قال: حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني خاصة في أسفاره، كان سابقا يعني كان الأسفار تطول، فربما قدم عليها وهي يعني غير منتشطة أو تحتاج إلى استحداد. استحداد هو حلق شعر العانة ونحوه، يعني القصد أنها تتنظف وتتزين وتتهيأ له، فلا يقدم يعني من غير إعلام سابق بقدومه بحيث يفجأها أو. لكن يعني هذه من المسائل التي يعني تغيرت فيها الظروف يعني في العصر الحاضر. يعني إذا نظرنا إلى مقصد الحديث وعلته، فهذه العلة يعني التي كانت لأجلها كره الدخول يعني ليلا مفاجأة للأهل وكذا، فهذه العلة يعني يمكن أن يعني تلافي علة النهي مع وسائل الاتصال الحديثة الآن. يعني ممكن الإنسان أنه يخبر أهله أنه قادم مثلا يوم كذا الساعة في الساعة الفلانية، سواء كان بليلا أو نهار أو كذا، يخبرهم قبل قدومه، يعني يستفاد منه استحباب أن الإنسان يعني يخبر أهله قبل قدومه من سفر، خاصة لو كان يعني سفرا طويلا بالأيام أو الأسابيع أو الشهور، فإذا رجع أنه لا يفاجئهم بالدخول، يعني إنما يخبرهم قبلها بقرب قدومه حتى يعني يلقاهم على أحسن حال. قال: باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. قال: باب لا يطرق أهله، أي لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر، يقال طرق يطرق بضم الراء، يعني لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من سفر، يعني لا يفجأهم بالدخول ليلا وهو قادم من سفر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي بعده أن يطرق أهله ليلا، فللتأكيد لأجل رفع المجاز لاستعمال طرق في النهار، وقد حكى ابن فارس طرق بالنهار وهو مجاز. الاستعمال الحقيقي لكلمة طرق يعني قدم إن كلمة، أما طرق بالنهار فهذا استعمال مجازي، يعني من باب تشبيه يعني الدخول نهارا بالدخول ليلا. فلهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكد قال أن يطرق أهله ليلا، يعني منعا لأن يفهم منه النهار أيضا. إذا بلغ المدينة، وفي رواية إذا دخل المدينة، والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخولها، يعني هذا الحكم ليس خاصا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يعني حكم في كل من دخل مدينته التي هو يقيم فيها. والحكمة في هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في الباب، حيث أورده مطولا في أبواب عشرة النساء من كتاب النكاح، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. قال: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله، اللي هو الإمام البخاري نفسه،
قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها، يعني من حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام، يحب أنه يدخل مسرعا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: جدورات تابعه الحارث بن عمير. قال قوله: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال الإسماعيلي: قوله أسرع ناقته ليس بصحيح، والصواب أسرع بناقته، يعني أنه لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالباب. قال: وفيما قاله نظر، يعني كلام الإسماعيلي هذا في نظر. الإمام البخاري رحمه الله كان يعني من أئمة اللغة، يعني وينتقد البخاري يقول أسرع ناقته، فيقول لا، كان ينبغي أن يقول أسرع بناقته. فقال: فقد حكى صاحب المحكم أن أسرع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، موجود في كتب أئمة اللغة جواز أسرع ناقته وأسرع بناقته، كلاهما صحيح. وقال الكرماني: قول البخاري أسرع ناقته أصله أسرع بناقته، فنصب بنزع الخافض. وهذا يعني وجه يعني في اللغة، أنه يحذف حرف الجر وينصب المجرور. بس الفعل يتعدى يعني. يتعدى سواء يعني سواء بنفسه أو بنزع الخافض، يعني الاستعمال صحيح. قال: قوله محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني. قال: فأبصرت، يعني هنا في النسخة فأبصرت درجات المدينة، في المتن عندنا فأبصر درجات المدينة. قال: بفتح المهملة والراء بعدها جيم جمع درجة، فأبصر درجات المدينة، والمراد طرقها المرتفعة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكرنا أنه يعني بات في ذي الحليفة، وبعدين خرج بالنهار، وبعد ما خرج بالنهار وهو قادم من ذي الحليفة، فأول ما يوصل لغاية ذي الحليفة تكون لسه درجات المدينة لم تظهر يعني. فبعد ما خرج من ذي الحليفة فيبسط درجات المدينة، يعني طرقها المرتفعة. الطرق المرتفعة هي التي ترى من بعيد، يعني مرتفعات المدينة التي ترى من بعيد. فإذا أبصر درجات المدينة، وفي قال كذا للأكثر في أكثر نسخ البخاري درجات. قال: وللمستملي في رواية المستملي لصحيح البخاري: دوحات المدينة، بفتح المهملة اللي هي الدال والسكون الواو جمع دوحة، وهي الشجرة العظيمة. إذا أبصر دوحات المدينة، يعني الشجرات الكبيرة، الأشجار الكبيرة في المدينة التي ترى من بعيد يعني. وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد: جدرات المدينة، كما هي يعني كما هو موجود هنا في الإمام البخاري بعد ما ذكر الرواية التي فيها درجات، قال إيه؟ ذكر رواية أنس قال: جدرات. وجدرات قال: وهو جمع جدر جمع جدار، يعني جدرات جمع الجمع، يعني جدار جمعه جدر، وجدر جمعه إيه؟ جدرات. وقد رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ جدران المدينة، بدل جدرات بدل تاء نون، بسكون الدال وآخره نون جمع جدار. وفي رواية جدر، فيبقى هذه يعني إما جدر أو جدران أو جدرات أو دوحات أو إيه أو درجات. قال صاحب المطالع: جدرات أرجح من دوحات ومن درجات. قال: قلت: وهي رواية الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيضا. يعني المهم ان هي الدرجات والجدرات والجدران والطرق المرتفعه والاشجار، فهذا يعني ما يرى، الاشجار العاليه، فهذا يعني اول ما يرى يعني للقادم من بعيد. اوضع اي اسرع السير، يعني كان اذا ابصر درجات المدينه اوضع ناقته، يعني اسرع السير بها، فالناقه اوضعت يعني اسرعت السير. وعن أنس رضي الله عنه قال: من حبها، قال وهو يتعلق بقوله حركها أي حرك دابته
بسبب حبه المدينة، يعني كان يحرك الدابة حتى تسرع، النبي صلى الله عليه وسلم من حبها، يعني من حبه للمدينة. نعم. ثم ذكر هنا رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع ناقته وإن كان على دابة حركها من حبها، نفس يعني التي مرت. وذكر أنه في لفظ قال راحلته بدل ناقته. قال وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. قال فيه فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، يعني حب المدينة خاصة يعني لكل مسلم، وأيضا حب الوطن والحنين إليه أنه يعني مشروع لا حرج فيه، يعني ما لم يتعارض يعني مع الولاء للدين. الباب اللي بعده يعني طويل شوية، فأجله للدرس القادم إن شاء الله. نختم الكتاب آخر الدرس بس قادم، نختم كتاب العمرة وبعده إن شاء الله كتاب الجزء الثاني وجزاء الصيد إن شاء الله. الجزء الثاني هذا صيد مشوار طويل.